تسليمه يوم الخميس، بس لسه ما نزل على المنصه. كل واحد عنده وجهه نظر، المفروض لما يوصل الليل تبع التسليم على المنصه بيسلم على المنصه. مش ضروري تطلع هيبه، ضروري تكون انت عميل. في ناس عامل الفيديو واكثر من 20 ميجا، فسؤال المنصه ما راح تاخذه. شو ال... انا مش مشكله، بنشوف اللي عامل فيديو اكثر من 20 ميجا يحط لنا حمله بيو على لا بس ما كويس. اللي عامل فيديو اكثر من 20 ميجا يحمله هو على صفحته الفيسبوك. طب معلش يا شباب، تكنيكال او يعمل برايفسي معه، بامكانه يعمل هذا الشيء حتى اقدر اشوف او يبعث لي اياه على الجيميل. الجيميل بيقدر يعمل هذا الشيء. طبعا مش الجميع ما عامل فيديو، كم واحد عامل فيديو؟ طيب تفضل. شو كنت تسال؟ طيب عشان الموضوع ال 10 دقائق، 10 دقائق لا احنا عطينا 5 دقائق، ما انا بدي اشوف الزباين، بس لازم تطلع من هناك قبل 5 دقائق او 10 دقائق. 5 دقائق اوكي، مثلا احنا بكون عندنا بوريت. طيب انتم اوكي ماشي، احنا راح نساعد معكم بس بشكل رمضان هذا الشيء. خلال 10 دقائق اللي بيجي بيكلم اوكي تمام. تفضل. بس بالنسبه للواجب هو بس احسن واحد راح يروح ثلاث رمضان، البقيه تشوف يعني هاي مشان تتنافس انت والباقيين. هلا في كمان شغله كثير مهمه اليوم رح نحكي عنها، زميلتكم سماح رح تعمل لكم شير على الفيسبوك على على جوجل فورم للي بده يشترك في ديبيتس في المناظرات. بناء على اجاباتكم على هاي اسئله السيرفي اللي عملتهم سماح رح نختار الطلاب اللي بدهم يعملوا ديبيتس. فاذا كان عندنا من 110 بدهم يعملوا وتنطبق عليهم الشروط وتنطبق عليهم الخيارات، يا ريت نشوف اكثر من واحد. إذا كان ولا بد يعني نقدر نعمل على الأقل مناظرة واحدة بين تو تيمز، وإذا كان فريق من البنات ضد فريق من الشباب يكون كثير مهم، كثير ممتاز. تمام؟ فاليوم صباح الخير تعمل لهم شير وحاولوا إنكم تعملوا يعني للجميع، طبعاً هذا مش إجباري. المناظرات ليست إجبارية. للناس اللي حابين يعملوا هذا الشيء بإمكانهم يدخلوا على الفورم لعملية السماح ويتعبوا البيانات تبعتهم. تمام؟ يا شباب، الشغلة الثانية الامتحان الأسبوع الجاي يوم الأحد صح؟ أوكي. بدنا نشوف يمكن احنا نعمل موحد مع الشباب الثاني، يمكن لا، اذا كان لا راح نعمل احنا بهي القاعه بقاعتنا، بس راح نعمل على ترتيب. يعني راح نحدد اسماء، بعطيكم اسماء انه مين راح يقدم من الساعه مثلا 10:15 لل 10:35، راح يكون امتحان سهل وسريع. والاسماء الثانيه راح يكونوا في نهايه الشهر الثاني. طبعا اذا بقينا قاعه ثانيه فاضيه ممكن نحوصها. محوصه؟ انزعج. دكتور صوت طبيعي، دواء ليش مش دواء؟ بدك دواء؟ بدك تشويسه. دكتور والله دواء اسرع. اسرع لا مش اسرع. اسرع اوكي اسرع، يعني عشان يكون شيء مفيد. بس انا جربت هيك كثير يعني. اسهل لنا بالدراسه ممكن نعمل ممكن. لسه ما عم بيقدر افهم. الله يرضى عليك ان شاء الله. لا ابدا انا ما عندي مشكله. ضلني 4 أسابيع وانا بصلح عادي، بعدين في اغلب اللي اخذوا معي مواد بيعرفوا انه انا بسلمش على مواد مباشره على الامتحان. بتاخذ معي اسبوعين وانا بصلح، كل واحد بعطيه علاقتي بالضبط. طيب اغلبكم يا شباب بتسجل بلشت ولا لسه؟ اوكي، تقطعوا هذا اوكي؟ ايش اول تو شابتر؟ عفوا؟ اول تو شابتر؟ لا طبعا. يعني احنا شابتر هاو تو رايت ثيسيس، انا شابتر الباوربوينت او الاورال برزنتيشن، انا شابتر الاول، ثاني يوم الاربعاء يوم الثلاثاء راح ناخذ الشابتر الخامس. اول 5 شباب اول 5 اللي اخذناهم لحد ما بنوصل. اوكي؟ فاينل باوربوينت يس.
يس. هلا احنا بدنا نعمل يعني شغلنا من هون طالع على التكنيكال دوكيومنتس، مش على الاورال ولا على الفيجوال. رح نحكي عن الرايتنج دوكيومنتس، كيف بدنا نكتب دوكيومنتس او كيف نكتب التكنيكال دوكيومنتس. في عندي مجموعه من الامور اللي اقومها او على شكل البروسيس كامل، بتبلش من البلانينج لحد ما اشوف البروف ريدينج. عندي انا بلانينج، درافتنج، ريفايزنج، اديتنج اند بروف ريدينج. خمس مراحل او خمس عمليات نعملها، تمام؟ افترضوا واحد منكم بده يقدم لشركه، هاي الشركه عندها بوزيشن وانت شايف حالك انت فيري كواليفايد انك تروح على هاي الشركه، فبدك تعمل انت اول شيء اللي هو الابلكيشن لها، انك انت بدك تقدم نفسك لهاي البوزيشن. شو بدك تعمل؟ اول شيء البلانينج، انت بدك تخطط. خطط ايش؟ خطط كيف تكتب هذا الدوكيومنت، تمام؟ اذا كان عباره عن لتر بدك تشوف لمين بدك تبعث هاي اللتر. اذا كان امكن انك انت تتواصل او تعرف مين هو الكونتاكت بيرسون او مين هو الشيف تبع هاي الشركه او مين مسؤول الهيومن ريسورس تبعها، تقدر تعمل له كونتاكت باي بيرسون، يعني تذكر اسمه في الرساله وتحكي انه يا لو سمحت استاذ وكذا او دير مستر كذا الى اخره، حتى تعرف كيف تتخاطب معه. بامكانك انت تقرا عن الشركه، بامكانك تقرا عن هذا الباك جراوند تبع هذا الرجل، بحيث انك انت تحاول تتواصل معه بطريقته المناسبه. اثنين، درافتنج. شو يعني درافتنج؟ درافتنج مين عندي فكره شو يعني درافت؟ درافت معناها مسوده. كيف بدي اعمل مسوده؟ مين فيكم يعني لما يكتب شيء على فيسبوك، خصوصا لان كثير انا بعرف ناس بيكتبوا اشياء يعني حلوه على فيسبوك، بس هل اللي بيجي في بال الواحد بكتبه مباشره ولا بيعمل له تصحيح توقيع؟ اول مسوده او اول فيرجن من الدوكيومنت اللي بدنا نكتبه هي ليست الفاينل فيرجن. يعني دائما بدك تقول انت تكتب اول شيء بيجي في بالك، خصوصا مثلا نحكي عن الابلكيشن لتر. لما تيجي بدك تعمل انت لما تيجي تعمل ابلكيشن في 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 لشركه معينه، بدك انت تقدم حالك انك انت الوحيد اللي تستحق هاي الشركه او هاي الوظيفه. فبالتالي بدك انت تعمل المسوده الاولى عن خياراتك، عن التشويسز اللي انت استهنيتهم واخترت هاي الشركه مشانها. بدك تحكي عن الامكانيات تبعتك، السكيلز تبعونك، الباك جراوند تبعك، بحيث انك انت تقنع اللي قدامك اللي بتقرا هاي الابلكيشن انك انت المؤهل لهاي الوظيفه. ريفايزنج، شو يعني ريفايز؟ مراجعه. مراجعه. طب شو بتفرق عن الايديتنج؟ شو يعني ايديتنج؟ تعديل. تعديل. شو بفكر المراجعه عن التعديل؟ تفضل. مراجعه ممكن انه بتكون عندك معلومه قديمه هي صحيحه بس انه يعني بتجددها. اما الايديتنج ممكن انه معلومه عندك بتكون غلط وانت بتعدلها. ريفايزنج بالعاده بيكون للتيبوس. شو يعني تيبو؟ تيبو اللي هي الاخطاء. ريفايزنج اخطاء. الايديتنج انت بتحاول تنظم معلوماتك فيها. افترض انه كمان بدنا نحكي مش بس على الابلكيشن، ترى عن السي في. انت مطلوب منك تكتب سي في. مين فيكم عنده سي في جاهز؟ ابديت السي في. مين فيكم ما عنده سي في؟ ارفع ايديكم فوق. ليش ما عندكم سي في؟ ليش ما عندك سي في؟ شو اسمك؟ طه؟ اسيل. ليش ما عندك سي في؟ اوكي. مين فيكم يا شباب ببحث عن عمل الان؟ مين فيكم من فيكم موظف الان بيشتغل؟ حلو، واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي. مين فيكم يعني بيطمح انه يلاقي وظيفه الان وهو طالع؟ مين عنده هذا الشغف انه يكون عنده وظيفه؟ طبعا يعني مش فاهم، لا بترفع عليكم كلكم. خصوصا الشباب، نحكي عن البنات مش مشكله، اهاليهم مجبورين فيهم، بس الشباب مين فيكم شباب عنده دخل اضافي غير عمير غير محدد؟ طيب رح نحكي بشكل تفضل. فريلانسر. فريلانسر. فريلانسر مش مشكله، اهم شيء الواحد يكون عنده دخل، هذا الدخل اللي يامن له مصاريف. طيب شان البروف ريدنج حكينا اللي هو تعطيها لشخص اخر وينقح لك اياها، يظبط لك اياها. لا خلينا نبلش فيه واحد واحد. بلانينج. بلانينج بده يكثر عليك مجموعه من الاسئله. Analyzing your audience، يعني لما تيجي انت بدك تعمل اللي هو مثلا كفر لتر او الابلكيشن لتر، بدك تعرف لمين بدك تقدم هاي اللتر، مين الاودينس تبعها. بتتذكر احنا حكينا اي تكنيكال دوكيومنت في 3 بيلرز، صح؟ مين هم هذول البيلرز؟ دوكيومنت، الاودينس، والبيربز.
تمام. اذا بدنا نيجي على جمهورنا الاودينس او المتلقي هاي الدوكيومنت، مين او كيف شو هي الباك جراوند تبعته؟ بدنا نعمل انلايزنج. هو از ذا ريدر، وات ار يور ريدر اتيتيود اند اكسبكتيشن، ايش متوقع منك لما انت بدك تكتب رساله توظيف في شركه محترمه؟ هل تتوقع انه انا اذا كنت انا هيومن ريسورسز مانجر اتغاضى عن الاخطاء المبدئيه الموجوده فيها، او اتغاضى عن عدم ترتيبها؟ اول شيء تبلش تحكي عن الوظيفه، بعدين تتذكر تحكي عن اسمك او شو الباك جراوند تبعتك، بعدين تخربط افكارك جوا هاي لفه. هذا الشيء لازم تتدرب عليه من خلال احنا محاضراتنا، رح نتدرب عليه ان شاء الله. كيف نكتب الابلكيشن لتر او الكفر لتر، كيف نعمل اي تكنيكال دوكيومنت بخصوصه. احنا الان من محاضره يوم الثلاثاء رح نبلش في شيء اسمه جوب ابلكيشن، وايش الدوكيومنتس اللي احنا بنحتاجها لما نعمل جوب ابلكيشن. تمام؟ Why and how will the reader use your document؟ الآن لما تعمل أنت application لشركة ما، بدك تعرف إن هاي application راح تمر على سلسلة من المدراء الموجودين في هاي الشركة. طبعاً إحنا نحكي تابعوا علي، نحكي لما واحد يدور على وظيفة مش شرط يكون اللي هو عنده maximum experience أو عنده مثلاً 20 سنة experience. راح نصير نتدرج إحنا في الخيارات بتاعتنا. مثلاً جوهان هندسة أنظمة ذكية، بس تتخرج هي لا تطمح إنها تكون بوظيفة سينيا أو تكون بوظيفة متقدمة. العاد بالسلم الوظيفة أو بالكارير تبع أي واحد لازم يمشي درجة درجة، بحيث إنه لما يطلع درجة ما يثبت لوراء. مثلاً نحكي عن مثلاً شو اسمه مروة الصدوق، مروة هندسة كيميائية، فالآن بعد 10 سنين من الآن صارت سينيا، صارت هي مثلاً رئيس القسم. الآن لما تيجي بدها تدور على وظيفة ما بترجع لوراء، صح ولا لا؟ هل تقبل واحد منكم مثلاً معه دكتوراه يدرس في مدرسة؟ إذا ما كان في مدرسة أكيد بدك تقبل، بس بالظروف الطبيعية. فبالتالي أنت بدك تعمل الإكسبكتيشن اللي بيقرأها الريدر تبع هاي الدوكيومنت، بده يشوف إنك أنت إيش تتوقع أو هو كمان إيش بتوقع منك. فبالتالي بدك تبين هذا الشيء بهاي الدوكيومنت. Analyzing your purpose، حكينا إنه الأودينس لازم إحنا نعمل له analyzing بشكل كويس، بشكل لما أنا بدي أكتب أرتب أفكاري الأخ الكريم بده يقرأها، صح ولا لا؟ بحيث لما يقرأ هاي يكون فكرة عنك. الآن في لي صديق مثلاً بيشتغل بالفريلانسينج بالكريبتو كرانسيز، هذا الرجل بيعطي دورات عن البلوك تشين. مين فيكم بيعرف إيش عن البلوك تشين؟ واحد، اثنين، ثلاثة. طيب مين فيكم بيعرف عن الكريبتو كرانسيز؟ أوكي. طيب محمد احنا قلنا منك محاضرة 10 دقائق تعملنا فيديو عن الكريبتو كرانسيز. انا البلوك تشين عن البلوك تشين. تمام. واحمد عن الكريبتو كرانسيز تعملنا اياها ابلود على الفيسبوك هذا يوم الخميس عشان نطلع عليه. تمام. فبالتالي اذا كان عندي هذا الشخص عنده قدرة انه يعمل دوكيومنتس او اعلانات او دورات، ما في داعي يكون في تواصل مع اكس من الناس حتى ياخذ هاي الدورة. وبالتالي بامكاني انه هذا الرجل او هذا المحاضر يرتب افكاره، يعمل التكنيكال دوكيومنت تبعه من خلال ما اشوفه انا او اقرا هذا الكتاب تبعه او هاي الرساله تبعته، بحيث انه انا بامكاني ان انا اكون فكره عنه بدون ما اشوفه. فمجموعه من طلاب هذا الشخص او صديقنا العزيز رح نعمل لكم انتروديوسينج له للجميع اللي عندكم لينكدين، اعتقد الجميع صار عنده لينكدين. رح نعمل لكم انتروديوس او نعمل لكم سجستن للدكتور فادي عمر. فادي عمر هو مؤسس يونيفرستي اللي هو جامعة فيرتشوال يونيفرستي، هو مؤسسها، فبلكي تتعاونوا او تشوفوا مع بعض. سؤال هسه عليك تشوف فيه دورات، صحيح؟ بس الدورة هي يوم واحد بتكون، بتكون عبارة عن محاضرة، محاضرة هيك مطولة لها لينك خارج، فهو بالتالي بيعملها على لينكدين زي اعلان. تمام؟ تمام. فاحنا بنحكي انا لازم يور بيربس، انا لازم يور اودينس. البيربس تبعك ليش هو؟ لما بدك تدور على وظيفة، هل الهدف انك تتوظف وبس؟ لا. طب تخيل مثلا يا شو اسمه الدكتور؟ رشا ايش؟ رشا الحوامدي معروض عليها وظيفه، شو تخصصها؟ هندسه امن ذكي. معروض عليها بمايكروسوفت وظيفه ب 2000 دولار. هل بتروح عليها؟ في شيء لازم اوكي ممتاز. شو بتعمل؟ ايش الاشياء اللي الجميع الاشياء اللي انت بتفكر فيها قبل ما تقبل اي عرض وظيفه؟ تستفيد من المتطلب. نعم. بشوف كيف طبيعة الشغل، بشوف كيف الوقت تاعي.
تفضل يا شو اسمه ضحى. تفضل. طيب احنا اعطيناها معلومات نفسه لرشا ولا ضحى. الان معلومات نفسه حكينا انه الراتب 2000 دولار بس هذا المكان الشغل اللي يكون بالجفر او درويش. شكروا عليه طبعا 2000 دولار. طيب تحكي هذا 2000 دولار بدك تشتغل في سجن مشدد الاحكام بدك تشتغل في السجن بتروح. طيب كويس تمام. طيب بدنا نحكي مثلا لضحى اصيل. اصيل هذا الشغل موجود بالاربع. انت بالطبيعي صح؟ موجود بالاربع هذا الشغل. تروحي شوفوا مجموعة الخيارات أو مجموعة الأمور المتغيرة بنحكيها الآن حتى الواحد لما يعمل أنا لازم الكيرفس تبعه. أنا بدي أقدم لوظيفة لكن هل أنا فعليا محتاج هاي الوظيفة ولا لا؟ لما تيجي أنت تقرأ إعلان وظيفة يا شباب لما تيجي تقرأ إعلان وظيفة الله يبارك أعطيني يا أخي نشوف لابس أحمر لي وراء. السلام عليكم معنا؟ كيف حالك؟ موجود معنا؟ ايش اخر شيء حكينا؟ وظيفة 2000 دولار لا اعطينا كثير بعدين. افكر بالعشرة. طيب تمام تمام. لا تسرح عليك معنا شوي. لما نيجي نحكي بدنا نعمل انا لازم اتكلم بسرعة لانه هو انا بدي اشوف هل انا الوظيفة اللي انا بدي اقدمها هل راح تستحق الجهد اللي بدي ابذله؟ تخيلوا شباب اي وظيفه بدك تقدمها بدك تكون انت بادل تقريبا شغل اسبوع كامل وانت بتحضر الدوكيومنتس تبعونا. هل هي وورث ولا لا؟ هل انا بدي اقدم هاي الوظيفه وانا محتاج هذا البيربس تبعك؟ هلا بدك تشوف انت البيربس لهي الدوكيومنت للابلكيشن لتر او نحكي مثلا للثيسس. هل البيربس تبعك قوي او الارجمنت اللي بدك تحطه بهاي الدوكيومنت قوي بحيث انه يستحق هذا الجهد منك ولا لا؟ فبالتالي بدك تعمل analyzing للpapers. After you read this have video, click on what do you want them to know about it. Okay, what is this? لما الاودينس تبعونا تقرأوا هذا الدوكيومنت تبعونا بدك تكون متأكد انك وصلت الافكار تبعتك بشكل مباشر للاودينس تبعونا بحيث انك انت تحقق الماكسيمم بروفيت من هاي الوظيفة او من هذا الدوكيومنت اللي انت عملته. Choosing your writing tools. تمام. احنا بالعاده لما نكتب اي لغه ايش نستخدم؟ نستخدم مايكروسوفت اوفيس صح؟ بس ممكن احنا نستخدم اللي هو الاونلاين ايديتنج تولز زي جوجل درايف. مين فيكم بيستخدم جوجل درايف؟ مين فيكم بيشتغل بتيمز ومع هاي التيمز كل واحد بده يعدل؟ هاي الاشياء يا شباب كويس في راس موجود وسماح كمان نفس الشيء؟ دعي انا بشتغل على درايف بس كنت تشتغل على درايف او ليش بتشتغل على درايف؟ مين فيكم تابع معنا شو بنحكي؟ تفضل سلم عليه من اتفاق. طيب ايش ميزت اني لما انا اعمل editing على الدرايف؟ مثلا شيت حضور لمحاضرة معينة دورة نيجي بنسجله على الاكسل شيت موجودة في الدرايف كل واحد يدخل اسمه ومعلوماته الى تمام بحيث انه هذا بيصير اول شيء كنت ريوست سيفينج الجميع لما انت تعمل اي تغيير بيعمل سيفينج بشكل مستمر ولما بدك تعمل سيفينج او تعمل editing بيبين لي مثلا جمال عملت او احمد او لؤي هو اللي عمل هذا الايديتنج فبيبين لي مين اشتغل. مثلا لو بدي اعمل انا 3 مجموعات من الطلاب كل واحد اعطيه بروجكت او اعطيه مشروع يشتغل فيه اذا انا متاكد او عارف الطلاب اللي عندي الجميع اشتغل بدون ما اشيك عليهم بامكاني اعمل هذا الشيء بشكل يعني تكنيكال. اشوف مثلا سماح اشتغلت الفقره الاولى وفاء اشتغلت الفقره الثانيه ميس اشتغلت الفقرة الثالثة وهكذا. فبالتالي بإمكاني أن أشوف تعديلات. غير هيك بالنسبة للدرايف في بعض الناس أو خصوصاً الأول مرة يعمل كام على جوجل بياخذوا 15 جيجا اللي هو الساعة التخزينية تبعهم فهذا كثير كويس للناس اللي عندهم ران أوت أوف سبيس على الأجهزة. أوكي جنريتنج أي بيز أباوت يور سب. طيب الآن لما بدي أكتب أي دوكيومنت نعسان تفضل لما بدنا نكتب أي دوكيومنت يا شو اسمك؟ نعم سندس بدنا نكتب اي دوكيومنت نحكي مثلا بدنا نكتب مقال بجريده مين فيكم بكتب مقالات؟ مين فيكم صحفي؟ اوكي على فرض انك صحفي يا سندس بدك تكتب مقال مثلا عن غلاء الاسعار في رمضان اوكي شو بدك تعمل؟
من وين بدك تعمل جنريتنج للاي بي؟ تفضل. اول شيء بدك تسال asking questions للناس اللي حواليك، او على الاقل انت بدك تنزل مثلا على السوق بدك تعمل شو، بدك تعمل سيرفي، بدك تعمل تاخذ داتا، لان هاي الداتا تاخذها من asking questions زي الاسئله الصحفيه مثلا نيجي نسال محمد او نسال رنا نور حاتم نسال كم اشتريت كيلو من دور اليوم يا نور؟ ما بتعرف مين فيكم اشترى بندورة؟ ليرو الكيلو ليرو 20 تبصير ليرو 20 مين فيكم اشترى رز باك؟ افرق ليكم مين فيكم بتسوق اصلا؟ مين فيكم بتسوق لأهل الموضوع؟ فقط ذلك؟ كويس بس ما بعرف احسن تسوق شو تسوق اخر مرة؟ متى اخر مرة تسوق فيه؟ يوم الخميس شو اشتريت؟ لحم. طيب كم كيلو لحم؟ ما شاء الله كويس تمام. رزان شو رايك بغلاء الاسعار؟ شو رايك بغلاء؟ مين شايف انه في اسعار غاليه يعني؟ طيب افهم ليه؟ كده تفضل شوي يا شباب تفضل اسعار كيف مرتفع؟ طبعا الارقام كم 60 قرش 60 قرش قديش؟ دينار ممتاز. كمان اعطيني خيار ثاني لو اي زيت طيب الان تخيلوا اللي انا قاعد بعمله، ايش البروسيس اللي انا قاعد بعملها؟ asking questions هذا سميه asking questions and brainstorming. انا قاعد انا بحفز كل واحد فيكم يتذكر شو صار معه من خلال تجربته. يعني مثلا مروه أول ما نزلت على السوق بس هي عارفة في غلاء أسعار صح؟ مثلاً أو مثلاً رشا عارفة إنه في غلاء أسعار بس ما بتعرف شو الغلاء اللي صار. فبالتالي لما هد أعمل مثلاً تقرير تيجي مثلاً زي ما حكينا سندس بدها تعمل تقرير أو تعمل تحقيق صحفي إنه في عندنا غلاء أسعار تطفي هذا الشيء. الناس العاديين اللي زي جمال ما بيعرف عن الاسعار الموجوده بالبخيري، لما نقرا التقرير تبعها بناخذ معلومات. اذا التقرير الصحفي تبعها هو عباره عن تكنيكال دوكيومنتس له اودينس احنا كلنا، هو عباره عن دوكيومنتس نفسه، والبيبرز تبعه انفورماتيف اللي بدي اخذ فيه معلومات عن غلاء الاسعار الموجوده بالبخيري. تمام؟ الان حتى هي تعمل جنريتنج للاي بي اس تبعتها بدها اما تعمل تسال اسئله تدور حوالين الناس او تاخذ محل والمايك تسال الناس بالشارع شو رايكم بالاسعار؟ كيف الاسعار؟ هذا الشيء هو شغل كثير مهم حتى انك تطلع ايديز من الناس بدك تسالهم او تعمل بلاي ستورمينج. او اذا كان شخص زي مثلا اخونا الكريم عنده تجربه كويسه بكان يعمل فري رايتنج. فري رايتنج تبعته انه كل شيء بيجي على باله بده يكتبه. اي شيء بيجي على بالك بالفكره اللي بدك تكتب عنها اكتبها مباشره، اعمل درافت الاوليه الثانيه الثالثه الرابعه الى اخره. فبالتالي كل مره انت تكتب فيها راح يطلع معك افكار جديده. بعدين بمرحله الايديتنج بترتب هاي الافكار فوق بعض البعض. كيف صرت 57؟ لسه كمان كيف صرت 57؟ هذا انا شيخ بسالكم. كان موصل 45 بعدين 96 كويس وصل 105 والله 100. هذا احمد زغامي فري رايتنج يا شباب انك قاعد تكتب الافكار تبعتك بشكل متواصل على ورق وتخفي هذا الورق. ضروري جدا للناس اللي بده يصير يتعلم كيف يكتب او يحسن من كتابته تكتب الافكار باوراق وتخفيها تحت كل الاوراق. والله يا شباب احمد زغامي مين كاتب اسمه عن احمد زغامي؟ انا كتبت. حضرتك؟ شكرا جزيلا. ما لانه 50 كيف صرت 58 والله؟ طيب اوكي رح نعمل تشيك عليه. او بدي اعمل مثلا كلاسترينج، تخيل مثلا مجموعه من الاشخاص اللي هم اهتمامات مروه او عفوا سندس تحقيق غلاء الاسعار بدها تشوف كلاسترينج، غلاء اسعار اللحوم، فبالتالي بتعمل اودينس لها عن الناس المستهلكين للحوم، بتستدي هذاك الشيء كثير بس. هذا بخرب العين تبعتك بخير السامع. رح يقول لك لا ما فيش غلط.
او مثلا بدي اعمل كلاسترنج عن غلاء الزيت، الزيت الكهرباء انه صار نار حليب والناس كلها بتقول تهتوي لزيت الزيتون للاير فراير. لا شو زيت الزيتون انت بتدفن الناس للاير فراير للقلايات الهوائيه تمام. فبالتالي صار في عندهم الناس خيارات اكثر. او مثلا فراشي احيانا من عندي من شيء معين يا شباب ايه بتخبي ورا الكمامه يا ايه مش طيب ايام ما كان في كورونا مش لابس كمامه، هسه لابس كمامه؟ تمام، بدنا نعمل برانشنج، برانشنج انه من ضمن المجموعه الواحده غلاء الاسعار بدنا نتشعب، ممكن مش بس غلاء اسعار المواد الغذائيه، ممكن نيجي على اسعار مثلا النفط البترول البنزين والغاز والغاز، او اسعار الزيوت المحروقات، او نحكي اسعار الملابس، في فيكم لبس او اشترى لبس العيد؟ استنى يوم 29 رمضان. استنى يوسف. ما شاء الله. تمام. هذا شباب. معلش بالبلانينج ريسيرشنج دائما نعمل ريسيرشنج نعمل اورجنايزيشن للايديا نعمل هاوت للافكار اللي بدنا نكتب عنها. فبالنسبه للافكار اللي بدها تطلع معنا حكينا اسكينج فريندز اسكينج كويستشن برين ستورمينج كلاسترينج برانشينج الى اخره من هاي اليوم تمام؟ عشان اعطيني كلمه محمد وفاء سلمان احمد حاضر محمد عايش.